جريدة الأخبار. بص بقى، موضوع جريدة الأخبار، أنا امبارح كان معانا خبر كده بيتكلموا على إن رمضان صبحي متعاطف قوي مع شريف إكرامي وحسام عاشور وعايز يعمل وقفة وكلام أنا مستغربه على جريدة كبيرة زي دي، وقلنا لحضراتكم واتكلمنا مع حضراتكم في القصة دي. فأنا سألت، قلت لهم يا جماعة يعني إزاي الأخبار بعد، قلت لهم إزاي الأخبار عناوين زي دي؟ قالوا لي إحنا مستغربين، يعني سألت زملائي الصحفيين واللي معايا في الإعداد وكلام من ده، قالوا لي إحنا مستغربين. طيب الاستغراب زاد النهارده من العنوان ده، هاته تاني بعد اذنك يا شادي. العنوان قال لك ايه؟ بص بقى ركز معايا. مفاجأة، فايلر رفض كهربا وبادجي والاهلي اجبره على القبول. طب اديني عقلك كده، يعني اعقلها، فكر. لو الاهلي اجبر فايلر على كهربا وبادجي، طب ما كان من الاولى يجبره على ان حسام عاشور يلعب سنه كمان مثلا. مثلا يعني حاجه من ضمن الحاجات، او على الاقل ما كانش لاعبهم خالص، يعني ما كانش لاعب كهربا، ما كانش لاعب بادجي وكلام من. طب انا خليني اجيبها لكم واحده واحده، وانا اللي هستمر في الخبر ده هتكلم عليه كتير بالمناسبه، لان في حاجه عايز اقولها لكم برده، لكن بالتحديد ناخدها واحده واحده كده. كهربا اتكلم معاكم بصراحه زي ما متعودين، ما كانش متحمس فايلر للكهربا قوي، لكن لما اتفرج على الولد وشاف لقطات كتير جدا ليه وتابعه مع المنتخب مع كابتن حسام بدري في الماتشين اللي اتلعبوا، اقتنع بكهربا، قال لك لا لعيب كويس. طيب الجديد كمان ان لحد دلوقتي البعض شكك في علاقه كهربا بمستر فايلر، بالتحديد بعد ماتش السوبر. لا انا باكد لحضرتك ودي معلومه، مستر فايلر ممكن يقرص ودن لعيب، لكن في نفس الوقت اللي انا اعرفه وهي معلومه مؤكده ان مستر فايلر مقتنع جدا بامكانيات كهربا، شايفه لعيب مفيد قوي 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 للفريق وهيعتمد عليه بشكل كبير باذن الله، باذن الله لو تم عوده النشاط الرياضي لكره القدم بالتحديد يعني. ففي قناعه تامه من فايلر بكهربا، ده امر مؤكد مؤكد، ودي معلومه ما تخليش حد يلعب في دماغك، ما تخليش حد يقول لك حاجه غير كده. تمام؟ ده بالنسبه لكهربا. بالنسبه لبادجي بقى، هو الاهلي ايه؟ بيفكر وبيدور على لعيب مهاجم يجيبه في شهر يناير. قعدنا قد ايه؟ قعدنا لغايه شهر لاخر يناير، هي فترة القيد المسموحة شهر، لغاية لما عرفنا الأهلي خلاص إيه، لما قربنا من نهاية الشهر كده الأهلي خلاص قرب يتعاقد مع بادجي وأعلن التعاقد الرسمي مع اللاعب. طيب هل الناس في النادي الأهلي لجنة التخطيط مثلا قالت لك هو ده اللاعب المناسب روح اتعاقد معاه، يلا يا أمير يا توفيق روح هات الواد ده ومضيه يعني؟ ولا حضرتك بما إنك متابع للنادي الأهلي وعارف كويس جدا النادي الأهلي بيمشي إزاي، لازم بيبقى فيه قرار وبيبقى قرار نهائي من المدير الفني. عارفين ان كان في مفاوضات مع لاعب اخر مثلا، مش متذكر اسمه، كان بيلعب في سويسرا، نيجيري هو، فقال لك المفاوضات ما نجحتش، طب فايلر انت ايه رايك، طب نجيب مين؟ الراجل تابع واتفرج وقرر ان هو يتعاقد مع بادجي. هل بادجي ما شاركش في مباريات الاهلي؟ لا شارك. طب هل بادجي ما لعبش مثلا مباراه سان داونز الاخيره هناك في جنوب افريقيا بشكل اساسي؟ لا لعب بشكل اساسي وادى بشكل ممتاز كمان. طب منين الراجل مش مقتنع بيه والنادي اجبره على شرائه ومنين هو بيلعبه؟ ففي حاجات كده ما تقدرش يعني، لازم تفكر فيها. ولازم الصحفي وهو بيكتب الخبر، معلش يعني مع احترامي للجميع انا بحترم كل الناس بصراحه، لكن لازم تحط جزء من المنطقيه وانت بتكتب الخبر عشان الناس تقتنع بالخبر بتاعك، عشان الناس تقراه وتتابعه. تمام؟ ده فيما يتعلق بالجزئيه دي. فانا هكمل معاكم حته ان الاهلي على القبول. اللي سالت بقى بعد ما قريت الخبر ده قبل الحلقه النهارده، سالت قلت لهم يا جماعه استاذ شريف حنفي ده مع احترامي الشديد ليه وراجل محترم ومهذب وكل حاجه، إيه ليه بيعمل كده؟ لان هو اللي كتب نفس الخبر بتاع، قالوا لي اصل هو زملكاوي. قلت لهم اه عشان كده مفيش مشكله. طيب زملكاوي اركن انتمائك على جنب، هو موضوع انك زملكاوي دي حاجه ما تعبكش اطلاقا خالص، او اي بتشجع اي نادي دي حاجه ما تعبكش اطلاقا يعني، شجع اللي انت عايزه. لكن لما تبقى بتمتهن مهنه زي الصحافه لازم تتحرى الدقه، لازم تكون صادق في معلوماتك، ما تحاولش ان انت ايه تحط انتمائك كده شويه، اصل كهربا سابنا ومشي مثلا وراح الاهلي فانا لازم اكتب حاجه كده، اصل انا بحب الزمالك مثلا يعني، لو هو صحفي بيقول كده فده شغل غير احترافي بالمره يعني. فما فيش مشكله بتنتمي لنادي الزمالك اوكي، بس خلي اخبارك حقيقيه، خلي اخبارك منطقيه.
في نفس الوقت قال لك اقتراب توقيع عقد جديد مع المدير الفني وقلب الاسد اللي هو احمد فتحي، ده كلام حقيقي بصراحه. يعني هو قال لك ايه، ما يبقاش كله بقى ضرب، لا حاجه تبقى منطقيه وواقعيه وخبر يكون صحيح، والخبر التاني ايه، نحاول نضرب في الاهلي شويه، نضرب في كهربا وبدجي شويه، في المدير الفني نهز الاستقرار شويه عند النادي الاهلي. انا زعلان جدا بصراحه ان جريده كبيره زي الاخبار، انا عمري ما كنت منتقد الاخبار الا امبارح، وانا يعني مش عايز اقول حته ان انا اللي انتقد وكلام من ده، لا الاخبار طبعا ده كيان كبير وتاريخ كبير في الصحافه وصحفيين كلهم محترمين يعني، لكن لما يبقى اخبار زي دي بتقولها في جريده كبيره زي دي، لا لازم نقف عندها بصراحه لازم. وفي كل الاحوال احترام كامل للاستاذ شريف حنفي ولكل الصحفيين يعني في الاخبار. طيب خلينا نروح لجريده الاهرام. حاجه غريبه بصراحه. الاهرام بتقول لك ايه، كورونا يؤجل اجتماع حسم التجديد لاحمد فتحي، وده حقيقي، احنا عارفين النادي اغلق فروعه الثلاثه، وكان مفترض ان يبقى في اجتماع امبارح ما بين لجنه التخطيط كابتن سيد عفيز امير توفيق مع احمد فتحي، الاجتماع اتاجل بسبب ان الفروع اتقفلت كلها. فحد يقول لي ممكن يقعدوا في البيت او ممكن يعني طبعا ممكن يعني ممكن في جلسه اخرى في البيت مثلا عند احمد فتحي عند اي مسؤول من المسؤولين في النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت اللاعب نفسه موجود في العين السخنه تحديدا يعني بيأجز واخد الاجازه مع اسرته، فبيستغل ان شاء الله يرجع والمفاوضات تبقى موجوده وان شاء الله هتتم بنجاح باذن الله تعالى، دي النسبه الاكبر بكتير يعني هيكون موجود احمد فتحي مع النادي الاهلي باذن الله. الاهلي وافق على زياده راتب فايلر وتجديد عقده للموسم اضافي باذن الله.